FM. الكل ملك. Headlines. 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 أكيد تعرفوا البارح شنو صار وقانون المصالحة والبرلمان، الناس كل تحكي على البرلمان والوقفة احتجاجية قدام البرلمان، هذاك علاش أبرز العناوين تحكي على قانون المصالحة والمصادقة عليه في الشروق. بسبب قانون المصالحة زوبعة في البرلمان، صفحة 4 تلقاو الارتيكل هذا، صفحة 12 تورطت في السطو على الحافلة الجزائرية في السجومي، تفكيك عصابة خطيرة نفذت 50 براكاج. صفحة 12 تلقاو تفاصيل. صفحة 7 رغم طلب الباجي وبساطة الإجراء، متى يتحرك وزير العدل لإلغاء المنشور؟ 73 سؤال تسألوا الشروق. صفحة 10 خرج من الباب وعاد من شباك العودة المدرسية، عودة الانتساب الفوضوي من جديد. ما عيد يقول لك عودة مدرسية وأدوات مدرسية وأدوات مسرطنة وتجي من البرة ومهربة وساعات تجي من البرد، ما تعرف أنت سيد الأسد يجي من البرد وينصبوا بهم لا تجي كان من البرد تجي من البرد ولا والحدود متاعنا ما تعرف أنت الحدود متاعنا الرسمية القانونية فهو تهريب قانوني رسمي مالوغوزمون نشي للصباح. قانون المصالحة يشعلها ويمر، احتجاجات صاخبة وفوضى وحالة هستيرية البارح في باردو. صفحة صفحة أخرى، صفحة 9 ندائيون للصريح، قريبا حافظ قايد السبسي سيرأس كتلة نداء تونس تمهيدا للمقعد اللي حكينا عليه قدش من مرة، مقعد المقعد في البرلمان، وممكن يعملوا له ريسبسيون وتدشين غادي في ويرأس مجلس النواب ويحضر المرحلة. لكن أنا تعلمت كلمة من السيد باجي اللي يحسب وحده يفضله، ومثل الشعبي بتاعنا يقعد في الصميم. صفحة 6 بداية من اليوم في حلقات بورقيبة يحكي لكم، وعودة إلى بورقيبة في الصريح، وديما معناتها أقوال بورقيبة وتصريحات وتقعد ديما في البال وصالح لكل زمان ومكان. الأخبار، انهيار محير لمداخيل البرومو سبور وقضايا ضد شركات الموازية، صفحة 8 تلقاو التفاصيل. صفحة 9 إحالة 18 ملف فساد في مجال التهريب على القضاء ومواصلة في النسق، نسق إحالة الملفات متاع الفساد. صفحة 3 وزير شؤون دينية يقول حان الوقت لتقنين منظومة الحج في ظل أنه نسمع في برشا ملفات فساد في الحج وكيفية اختيار الناس وتنسيق الحج وكيف كيف المرافقين متاع الحجاج، وبرشا سمعنا أقاويل على الملف هذية. صفحة 4 بركان غضب في البرلمان بسبب قانون المصالحة، نمشي للصحافة اليوم في جلسة صاخبة بالبرلمان، قانون المصالحة يمر، الفوضى في عقر دار النظام، أقلية حاولت إعاقة الديمقراطية. في شوية توجيه العنوان جريدة السلطة، الصحافة اليوم السلطة عتلخي بزلنا على جريدة متاع السلطة اليوم طبعا السلطة خير، احنا مش في حرية صحافة. على كل حال راو كل كرهبة الأكسيدونتية راو تو قديمة تجبد على اليسار. العلم الحكومي باش يولي عمومي يلزمو 30 سنة مش 7 سنين. معناتها فهمتك ايه. دونك نقولها باحتراز ونقول العنوان باحتراز. نمشيو لجريدة المغرب. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المصالحة الإدارية في يوم للنسيان. تحكي بالتلياني باستا. هكا تقول المغرب باستا يزي في بركة. نكملها ماينا خيرة. تقولي تحتها ماينا باهي. باستا. وماينا. ماينا معناها تدل على النصر طرف على لا ماينا يزي في بركة كهو ما عادش تضربني بالكف كما قلت البارح اضرب من كيفاش هي واحد يضرب واحد يبوس اي ماينا ضربة القاضية. وتأجلت الانتخابات البلدية. الصناديق الاجتماعية بين حتمية الإصلاح وكراهات التوافق، صفر احتياطات ولا عجز كاد يتجاوز 1700 مليون دينار لو لا ضخ الدولة ل 800 مليون دينار. ونحكيه على عجز الصناديق الاجتماعية والدولة قاعدة تضخ في الأموال الصناديقية. إيش رأيك كان ما نبطلوا نحكيه عليها الحكاية نهائيا؟ حكينا عليها لين ما عادش لازم يتحكى عليها. الصناديق الاجتماعية وعجز الصناديق الاجتماعية فما حاجتين تعملوا كان نجموا يعملوهم راهي تحل نسبيا، اللي هي زيادة في المساهمة من المكلفين، واللي الناس كانوا يتقاعدوا عمرهم 60 سنة يبدأ ياخذوا في الشهرية في ديارهم
يوليو يتقاعدوا عمرهم 65 سنه. يقول خويا وجه نداء للوزراء جدد ولا ما نعرفش. لا هي مش ولا كل يوم يحكي نفس لا من 2015 علقت بين الاتحاد والحكومه مش اي دونك لازم حان الوقت اللي حل هالملف هذا والشانتي الكبير نتاع صناديق الاجتماعي. نمشيو ونختموا بالابريس وين تقول ان يا با دو بلاس بور لي مان ترومبلونت. هكا يقول يوسف الشاهد في اجتماع بالوزراء نتاعو حكي وقت على الميثاق تسيير الحكومه. ما فماش بلاصه للايادي المرتعشه في الحكومه كيقول يوسف الشاهد للوزراء نتاعو. اون ادوبسيون دون لا دولور. نحكيو على مصادقه على القانون المصالحه ومصادقه فيها برشا الم من برشا ناس معناتها معارضين للقانون هذايا مجتمع مدني من معارضه داخل البرلمان. وباش نحكيو بعد شويه على مسار البارح في البرلمان وبرضو وهل هذا مشهد عادي ظاهره صحيه ام مشهد غير عادي وما يجيش في دوله ديمقراطيه. كانت هذه الهيدلاينز. هيدلاينز هيدلاينز هيدلاينز. على شنو تحب تعلق سي لازر؟ نعلق على اولا هو الموضوع نتاع اليوم لازم نفهمه اللي هو موضوع شويه الاشتباك اللي صار البارح في مجلس النواب. انا نقول عادي ما الناس يتضربوا بالكراسي حتى في اليابان الشعب المنظم ياسر ويخدم في ايطاليا في بعض الدول العربيه ما تنجمش تحكي على تاريخ برلماني فيها وان كان بعض منها وصار فيه واحد. المهم في نهاية المطاف ما حكم الموضوع هو الأغلبية والأقلية تصويت وما تبقى يعني ما هوش مشكلة كبيرة أنا بالنسبة لي وإن كان أنا أفضل أنه باش نسلطوا الضوء عليه في الافتتاحية اليوم باش نحاول نشوفوه القانون هذا. بقى هو صار البارح وجزء من التاريخ في الانتقال الديمقراطي والآليات فيه هي اللي بعد توا تبين شنو ال قادم الوضع الاجتماعي الانتصاب الفوضوي وال معناها الاسعار وكل مره واحد. الحقيقه المده هذه مده ما قبل العوده ما قبل الرونتري فماش احداث تسترعي الانتباه غير التحضير للسنة السياسية. تشوف معناها كأنك في ساحة يفرشوا فيها في السجاد ويجيبوا في الكراسي وواحد يصيح في الوسط يجيب لي ذيكا رجل ذيكا وين الضوء وين وكذا وين وكذا. تحضير معناها في البطحة ومازال ما بداش العام السياسي في البطحة هكا اي بطحة سياسية بطحة سياسية فما حاجة في قبل كانت اسمها البطحة اللي هي بطحة اتحاد الشغل أي. ساحة محمد علي سموها اسمها البطحة عند النقابيين. فبعض الجرائد كان فيها أخبار البطحة وصحفيين ثم ناس مختصين يهبطوا غادي الصباح يشمشموا شوفوا التحذيرات الواحد. لكن الوضع الحقيقة بشكل عام الغامض فيه أكثر من الظاهر وفيه خوف حقيقي اليوم على نوع من الاستبداد لهم تاع بورقيبة ولهم تاع بن علي. بمعنى مفكعس يمشي على راسه مش مفهوم انت شنو هي اللون نتاعو شنو هي خمسه مشكل خمسه مشكل لا يورث مع الذكور ولا يورث مع الاناث له له اي كيفاش معناتها هذه ديكتاتوريه شنو بالضبط الاقليه تقصد انت ولا لا 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 خارج الاقليه خارج الاقليه لوبيات الافراد اللي تشتغل في الغرف الظلمه هذا جديد معناتها الافراد من قبل لوبيات تشتغل لا 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 هذا ظاهره تو مش يعني بعد انتخابات 2014 ما. لكن اللوبيات العائليه موجوده ما تعرف انت لا لا سيد لازم لا في بالنا تخلصنا منها ومشات الحبس وصدروا لها ملاكها وما عادش عوده. لكن لي بوربون رجعوا في فرنسا بعد وقت اللي مشى بونابارت هزوه اعتقلوه واخذوه ليل دالب جوكروا رجعوا لبوربون ورجعت الملكيه نتاع لبوربون ولكن ما داومتش ما تبقاش. واللوبيات في علاقه بالسلطه والسياسه معناتها في علاقه مرياج اخر جديد في علاقه بالفلوس
في علاقة بالفلوس، ثم فساد يزك معناها يزكم الأنوف، وثم لمن فلوس، وديما مالوريزمون وقت اللي الساحة السياسية يتحكم بها الزبينية والانتهازية. أنا على يقين جدا جدا جدا، لأنه كل من يشوف قضية فساد عادة يصور ويخلي عنده، كما شفنا بعد 2010 أنه جاي وقت باش تكشف فيه أحداث أخرى وسرقات ونهب. مادام عندنا قانون مش مفعل، حمايه المبلغين اليوم يقول لك ماهوش مفعل، معناتها انا واحد من الناس. انت حكيت على البارح على الملف الصحه، وسيد بلغ وكذا، ومن بعد ولا هو مطلوب؟ ما باش يولي هو مطلوب، ما ثم هذا تقريبا ما يمكن قوله سيدي. كاب اف ام الكلمه ليك.